ازيكم يا حلوين، وحشتوني جدا ورجعت لكم تاني بفيديو جديد. انا عارفه ان انا غايبه عليكم بقالي فتره كبيره، بقالي يجي شهرين ثلاثه اربعه خمسه، بس بلاش نفكر في اللي فات وخلينا مركزين في اللي جاي. بس اللي متابعني على انستجرام عارف ان انا مش بقطع خالص هناك، وفي تواصل دايما سواء في الستوري او في البوستات اللي انا بنزلها، فهسيب لكم لينك الانستجرام بتاعي تحت في الديسكربشن، ما تنسوش تعملوا لي فولو. لو انتوا اول مره تشوفوني انا آلاء ياسر، بعمل فيديوهات متنوعه، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد. بمناسبة رجوعي قلت ان انا اعمل لكم سلسلة كاملة تخص الدراسة، سواء في الجامعة او في الدروس او في المدرسة، ايا يكن المرحلة التعليمية اللي انت فيها، الفيديو او السلسلة دي هتكون مفيدة جدا ليك. الناس اللي داخلة مرحلة الجامعة بجد الفيديو ده هيبقى مهم جدا ليك وهتستفيدوا بيه جدا، فما تنسوش ان انتوا تعملوا شير لاصحابكم عشان يستفيدوا هما كمان. وفي نفس الوقت لو انتوا لسه مش دخلتوا الجامعة اتفرجوا برضو على الفيديو لان فيه نصايح هتفيدكم برضو. خلونا بقى نتكلم على كل حاجة بالتفصيل. اول حاجة قبل ما نخش الجامعة، انا عارفة ان انتوا بيقف عليكم حاجة اسمها المجموع، والمجموع ده هو اللي بيحدد مصيرنا هنخش الكليه ايه. الوقت ده للاسف بيبقى فيه طلبه لسه مخلصه بقى طبعا الدراسه في الثانوي، وبتبقى قاعده مستنيه النتيجه وتلاقي فجاه انها جابت مجموع غير المجموع اللي هي متوقعاه، وللاسف بتتحطم لانها بتبقى مستنيه كليه معينه. بس انا مش عايزاكم تزعلوا، لان الدرجه دي مش هي درجه نجاحك اللي بتحدد لك مسيرك او هو ده مستقبلك، بالعكس انت بتقدر تبني مستقبلك بنفسك، وفي نفس الوقت انت اللي قادر تخلي مستقبلك احسن وافضل. وفي نفس الوقت ربنا عمره ما بيجيب حاجه وحشه ابدا، وفي نفس الوقت ده قدرك وده اجتهادك وده نصيبك، فما تزعلش وتقول الحمد لله. بس بناء على كده برضو انا هخليك ان انت ترحب بالكليه اللي انت ما كنتش حاببها بطريقه حلوه جدا. نفرض مثلا ان انت جبت المجموع الفلاني والمجموع ده ما دخلكش الكليه اللي انت عايزها، فانت تجيب ورقه وتقعد كده مع نفسك وتكتب كل الكليات اللي هتناسب مجموعك ده. مثلا عندنا مثلا اربع كليات، الاربع كليات دي فيها طبعا كل كليه بيبقى ليها الشعبه بتاعتها، زي هندسه طبعا احنا عارفين هندسه ليها اقسام كتير جدا، زي فنون جميله برضو ليها كميه اقسام كبيره جدا، تربيه ليها اقسام كبيره جدا. فاي يكن اختيارك للكليه تبتدي تشوف مجموعك ده لو موافق على جميع الكليات دي، تشوف اني كليه انت بتميل ليها اكتر او حاسس ان انت هتقدر يعني تديها كده، تديها كل حب وكل عطاء علشان السنه والدراسه تعدي على خير، وفي نفس الوقت ما تبقاش داخل اجبار. وفي نفس الوقت انت ممكن على فكره تاخد كورسات في المجال اللي انت كنت حابب تدرسه بعيدا عن الكليه وبعيدا عن الدراسه والكلام ده كله. انت ممكن جنب دراستك تاخد الكورسات اللي انت كنت عايزها في الجامعه مثلا اللي انت كان نفسك تخشها وللاسف ما حصلش نصيب وما دخلتهاش. فعشان كده بقول لك مش المجموع ده هو اللي هيوقفك عن تحقيق احلامك واهدافك، لا، اللي عايز حاجه بيعملها ايا يكن العقبات الحياه اللي بتوجهها لك، انت لازم تبقى قدها وقد التحدي. انا مثلا كنت حابه ان انا اخش كليه الفنون جميلة لان انا كنت بحب الرسم وبحب الحاجات اللي فيها الوان وروح وديكور والحاجات دي جدا، كانت بتشدني جدا. بس للاسف ما حصلش نصيب ودخلت كلية انفورميشن سيستم، وعايزة اقول لكم ان انا مش ندمانة عليها ابدا، بالعكس دي علمتني حاجات كتير جدا، خلتني انها تفيدني في حياتي العملية فعلا. ممكن كلية الفنون الجميلة كانت برضو هتفيدني، بس انا حاسة ان ده جات من عند ربنا ومش ندمانة ابدا على اختياري للكلية دي ابدا، بالعكس كلية انفورميشن سيستم كلية جميلة جدا ليها دخل بالتكنولوجيا وانا بحب الحاجات دي جدا، فبرضه فادتني. خلونا نرجع لموضوعنا. بعد ما انت اخترت الكلية اللي انت خلاص قررت ان انت هتخشها، تبتدي تفكر وتشوف الكلية دي وتسأل كده بعد ما بتخلص بتشتغل فين وايه، علشان تبتدي تشوف هل الكلية دي هتقدر تساعدك ان انت تبقى مثلا في البوزيشن اللي انت برضه كنت متخيله، ولا كانت مجرد تهيؤات ليك او انت كنت فاهم حاجه غلط. تبتدي تسال وتشوف وتعمل دراسه كامله قبل ما تدخل الجامعه دي، لان يعني الجامعه دي يعتبر جزء كبير جدا من المرحله اللي انت بتاخدها في حياتك، مش مرحله صغيره، دي مرحله كبيره جدا وليها تاثير كبير جدا على حياتك الفتره اللي جايه او في المستقبل. وبعد ما تلاقي كله تمام تبتدي تتوكل على الله وتقدم فيها وتذاكر بقى كويس والكلام ده كله عشان تخلص على خير او تخلصي على خير وتكون احلى سنين في عمركم. بمناسبه احلى سنين في عمركم، انا عايزه اقول لكم ان فعلا دراسه الجامعه دي هتبقى احلى من احلى من احلى الذكريات والسنين اللي انتوا هتعدي عليكم حرفيا. بعيدا احنا كلنا بنبقى داخلين سنه اولى ديت مش بنبقى عارفين اي حد، بس بجد انتوا بتبداوا تتعرفوا على بعض والناس والكلام ده كله، وبتكونوا صداقات جديده وبتكتشفوا حاجات كتير جديده في نفسكم كمان غير مرحله التعليم خالص يا جماعه. يعني انا كنت انطوائيه جدا، بس بصراحه مرحله الجامعه خلتني لا ان انا ابتدي اتعرف ايه اللي يحصل، يعني ما اروح اتعرف على الناس ديت او بس مش على اي حد، يعني مش على طول الارض كده ماشيه بتعرف عليهم، لا بالعكس ان انا يبقى عندي اسلوب في الكلام، ان انا اقدر مثلا اعبر عن حاجه جوايا من غير كسوف، ان انا ابتدي اشارك مع زمايلي لو في مثلا
نشاط اجتماعي بنعمله في الجامعة، أو مثلا عمل تطوعي بنقدر نشارك في الحاجات دي، وبتكون حاجات جديدة في شخصيتنا، وده طبعا بيخلينا أحسن وأفضل علشان الحياة العملية بعد كده. وبعد كده نبتدي نشوف بقى في مراحل الدراسة بتاعتنا، نبتدي ناخد جنب دراستنا في الكلية أو في الجامعة ناخد كورسات جانبية علشان تساعدنا إن احنا نتطور أكتر وأكتر، وفي نفس الوقت ممكن نعمل أي عمل تطوعي بيبقى فيه مثلا برضو شركات على فكرة بتقبل الموظفين في الفترة مثلا الأجازة أو أثناء الدراسة، لو أنتوا مثلا قادرين تواظبوا بين الشغل وبين الدراسة مفيش مشكلة، في شركات بتقبل جدا الناس اللي هم بيدرسوا بيتعينوا مع عندهم لفترة معينة بياخدوا اكسبيرينس، ودي حاجة كويسة جدا للسي في بتاعك، لأن لازم تعمل أو تأسس السي في بتاعك من أيام الجامعة أو من أيام الكلية، لأن أنت لما هتتخرج مش هت... لو اتخرجت مفيش أي اكسبيرينس في الحياة العملية بعيدا عن الدراسة مش هتلاقي شغل بسهولة، فأنت لازم وقت الدراسة أو وقت الجامعة تبتدي تبني السي في بتاعك وتبتدي تشوف هتعمل إيه والكلام ده، سواء بالكورسات سواء بالعمل التطوعي سواء إن أنت تنزل شيفت تشتغل والكلام ده كله. وخلوني بقى اقول لكم على حاجه كده بيني وبينكم، اختيار الصداقه او اختيار الصحاب في فتره الجامعه شيء مهم جدا، مش معناه ان احنا نتعرف على اي حد، لا، لازم نتعرف على ناس معينه هم يكونوا شبهنا، يكون فيهم الميول زينا، كمان لو ما فيش ميول زينا بالعكس يخلونا احسن، يخلونا ان احنا يعني نمشي لقدام ننجح، يبقى في نجاح، يبقى في ان احنا نوصل لاحلامنا واهدافنا ما نيأس ابدا. الصحاب دول هم دايما بيوقفين جنبيكوا كده وبيسندوكوا دايما بدايما، هم دول، لان ساعات بيبقى في صحاب سوء للاسف ممكن يضيعوا مستقبلكم، ممكن يعني بتبقوا جروب كده مع بعض بقى مش كويسين مع بعض، بحياتكم بتتدمر ومستقبلكم بيتدمر، ومش بتكتشفوا ده غير لما بتخلصوا وتبقوا لوحدكم حرفيا، بتكتشفوا ان انتوا اختياراتكم كانت غلط، فخليكم دايما جنب الصحاب الكويسين واختاروا صحابكم بعنايه كاملة. وكمان الجامعة هتعلمكم ان انتوا تعتمدوا على نفسكم اعتماد كلي حرفيا، سواء بقى ان انتوا تنزلوا تعملوا ايه، تروحوا ازاي الجامعة، تيجوا تروحوا تقابلوا تاكلوا تشربوا وتشتغلوا تذاكروا تجروا ورا محاضراتكم، لان كلام المدرسة بتاع زمان اللي هو ايه المدرس هو اللي هيجي يدينا الواجب والاسئله والحاجات دي خلاص انتهى، الدكتور بيخش المحاضره قال الكلمتين انت اللي بتجري وراه عشان تاخد اي حاجه ناقصاك، الكليه هتخليكوا تعتمدوا على نفسكوا اعتمادا حرفيا كليا، وهتخليكوا ان انتوا تتغيروا ويبقى في تقدم وتبقى في حاجات كده جديده في شخصيتك. اسمحوا لي اقول لكم حاجه مهمه جدا، حاجه انا الحمد لله متخرجه بقالي 3 4 5 سنين تقريبا، بدون يعني ان انا مش فاكره بالظبط المده، بس انا متخرجه بقالي كتير، يعني عايزه اقول لكم ان الجامعه عمرها يا جماعه ما كانت فاشن شو، اللي رايح فاكر نفسه رايح بقى ان هو ايه الفاشن شو بقى لازم الستايلنس اللي يطلع من جوايا ده ويروح الجامعه، مفيش الكلام ده يا جماعه، الجامعه دي اكتر مكان لازم تلبسوا فيه لبس مريح وفي نفس الوقت شيك، بس بلاش افوره، لان ده اكتر وقت ان انتوا هتقضوا فيه اليوم كله حرفيا وفي حياتكم، يعني هتسيبوا البيت وتقيموا في الجامعه حرفيا، لازم تبقوا مستريحين. بالنسبه للبنات بقى اللي بتبقى لابسه جزم هيلز وحاجات كده غريبه، انا مش حابه اتكلم في الفيديو ده عن موضوع الفاشون او اللبس اللي احنا نروح بالجامعه، لان انا عامله لكم بارت 2 ان شاء الله هينزل قريب، وعايزه اقول لكم حاجه قبل ما انهي الفيديو، ان الجامعه هيمر عليكم ايام صعبه وايام سهله، لان هي دي الحياه، الحياه عمرها ما كانت سهله، الحياه دايما بيبقى فيها مواقف صعبه ومواقف سهله، فمش تزعلوا ولا تيأسوا ولا تستسلموا ابدا. وعايزه كمان اقول لكم ان الجامعه بعد ما بتخلصوها هتوحشكم جدا بعيدا عن الدراسه والارهاق اللي انتوا هتبذلوه خلال السنه، بس بجد الجامعه من اكتر الحاجات اللي هتوحشكم جدا وهتفتقدوها بشكل كبير جدا، والصداقه والصحاب والقعده والنميمه وحاجات تانية كتير جدا. وحابه اهدي تحيه كبيره لكل الناس صحابي اللي بيتابعوني من ايام الجامعه، بحبكم جدا، وشكرا ان انتوا كنتوا جنبي في يوم من الايام، وشكرا ان اتعرفت عليكم، طبعا كل واحد شايف الفيديو هو عارف هو مين من غير ما اذكر اسماء وبس، واتمنى لكم انتوا كمان حياة دراسية تكون جميلة عليكم وسعيدة وسنة سهلة بإذن الله، والتوفيق ليكم بإذن الله. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشوفوا بارت 2 اللي هينزل قريب. باي باي.